السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على جزء آخر موجود في مايكروسوفت تيمز اسمه تشات. لو عايزة أدخل في محادثة مع باشمهندس عبيد وبعدين أكتب كده مثلا ده زميلي، هكتب له أي حاجة، هكتب له مثلا هاي زي ما ببعت أي بوست عادي بيبقى فيه موجود عندي هنا. الجديد فيه إن لما أجي أكتب بوست كده وأروح أعمل له أبعته كده هو بيكتب هنا بالتايم بتاعي، واقدر طبعا اعمل لايك وهارت والكلام اللي احنا متعودين عليه. في جنب الحاجة الجديدة هنا انا ممكن البوست نفسه لو انا بكتب بوست بالمنظر ده اقدر اعمل عليه فورماتنج، يعني اقدر احدد مين بولد مين ايتاليك اندرلاين الجراف التكست شكله ايه، حط لاينز يعني ايه، اعمله لينك الحاجة اقدر اعمله ديليت وبعدين اقدر برضو اعمله سند فهو هيوصل بالمنظر ده. في كمان لو انا كتبت البوست ده تاني بيست، في هنا كمان علامة، العلامة دي هتظهر لي هو الرسالة اللي انت عايزاها دي تبقى رسالة عادية ولا دي حاجة مهمة، فهدي البوست الساين دي ولا هي حاجة مهمة جدا، فأنا هقول له مثلا دي حاجة مهمة وبعدين أروح أعمله. شايفين هو برضو أول لما يفتح الشات ويشوف البوست بتاعي هيحس إن دي حاجة مهمة فهو يقدر يتعامل معاها. من الحاجات طبعا اللي احنا متعودين عليها إن أنا لو عندي البوست كتبت أي حاجة أقدر أروح أعمل له اتاتشمنت، ارفقه بصوره بفايل بباوربوينت اي فايل عندي، يقول لي الفايل ده فين، الفايل ده على الون درايف ولا على الكمبيوتر مثلا، فهقول له لا هو الفايل ده عندي على الايه الكمبيوتر، انا مش عارفه انهي صوره ايه دي بس اوكي، فانا هبعت هذه الصوره هي بتلود اول لما تعمل كده وبعدين هروح اقول له بوست. يبقى انا كده حطيت الصورة ارفقتها بالبوست بتاعي، وطبعا زي ما احنا متعودين اي بوست انا اقدر اروح احط له مثلا اي سمايل فيس مش عارفة هارت مش الكلام دوت، او اعمل له احط له اي حاجة جاف حاجة متحركة كده فن، او ان انا اروح احط له زي ستيكرز كده، لا دي عملناها اوكي، احط له ستيكرز وايه، وبرده اختار انا عايزه اي حاجه في البوست بتاعي وبعدين اروح دي يعني حاجه كده فور فان، انا لو عايزه البوست بتاعي يبقى فيه حركات والكلام ده. الجزء الثاني اللي احنا عايزين نعمله، طيب لو انا اصلا في مكان والمكان دوت انا عايزه ابعت في البوست اللوكيشن بتاعي، يقول لي مثلا انا عايزه ابعت اللوكيشن بتاع اي حاجه، يعني نكتب اي مثلا عايزه ابعت اللوكيشن بتاع مدرستي فيوتشرز لانجويج سكول اوكي فور بويز ماشي المين كامبس بتاعنا، فانا بعت البوست دلوقتي رفعت البوست. في حاجة كمان انا لو عايزة الويذر عايزة اقول النهاردة الجو بتاعي ايه، وعلشان ارفقه علشان مثلا حد يجي يعمل حسابه او كده فاقول له عايزة الجو بتاع كايرو، فبرضو دي كلها اضافات انا ممكن اعملها جوه البوست بشكل كويس جدا. طيب احنا النهاردة بنتكلم على التيمز وبنتكلم على الايقونة اللي اسمها شات اللي هي تاني واحدة في تيمز، بس انا لسه عايزة فيديو بيشرح هذه النقطة. اقدر ان انا ادخل من الايقونة اللي تحت كده واروح اقول له اليوتيوب وقول لي مثلا انا عايزاك تقول لي مايكروسوفت تيمز وانا هتكلم مثلا الشات، هو هيدور لي على فيديو بيتكلم على ده واروح اعمل له بوست، فبقى قدامه حاجات كتير جدا بقى، ما عنده الجو بقى عنده الويذر. طب لو احنا هنتكلم في نفس النقطة دي اقدر افتح ويكيبيديا؟ اقدر افتح ويكيبيديا،
بتتكلم على اي حاجة، مثلا على تيمز. تيمز انا كتبتها غلط. تيمز، اي حاجة بقى احنا هنتكلم عليها. مايكروسوفت هو فتح لي، هيفتح لي ويكيبيديا، اقدر بمنتهى البساطة ان انا ادخلها واعمل. يعني انت جوه الشات حاجات كتير جدا جدا مفتوحة ليك بطريقة لطيفة قوي. مش كده وبس، انا كمان عديت النقطة اللي هو ان انا اعمل سكادول ميتنج. يعني انا لو فاتحة كده ممكن من هنا اعمل ميتنج واشوف مين اللي موجود واحضر ميتنج ونتقابل اونلاين بسرعة. فدي حاجة برضو لطيفة وهنشوفها لما نيجي نشرح الجزئية بتاعت الكالندر. في كمان هنا لو احنا شايفين 3 نقط كده، اقدر اضيف مش ويذر بس، ومش مكان، ومش يوتيوب، ومش ويكيبيديا. اقدر اضيف حاجات كتير جدا جدا. لو الحاجات دي مش مكفية، انا اقدر اقول ايه مور ابس وافتح حاجات كتير جدا. الفايلز اللي بيني دي الكونفرسيشن اقدر اعملها. طيب لو انا هنا مثلا نفترض ان البوست ده كان كبير جدا وانا مش فاضية او مش عارفة اقراه او مش عارفة اعمل اي، يعني مش عارفة اتابعه بالعربي، يعني ايه؟ في هنا كمان 3 نقط. ال3 نقط يخلوني اعمل ايه؟ يخليني اسيف المسج دي. لما اجي اعمل سيف للمسج دي هتلاقيها هنا تحت الصورة كده، هتلاقي كل الحاجات اللي انت بتسيفها موجودة هنا. نرجع تاني لنفس البوست، اقدر اعمل فيه edit، اقدر اعمله ديليت او اعمله ان هو لسه ما تقراش، او اترجمه. وطبعا دي لو اترجمه طبعا هترجمه لاي لغة انا عايزاها بمنتهى السهولة. الجزء اللطيف جدا جدا، افرضوا كان البوست ده كبير جدا وانا مش عارفة اقراه، اروح على immersive reader. immersive reader موجودة جوه تيمز. ايوه، بتعمل ايه immersive reader؟ هي هتقرا لي Mona Murad, Monday, September 16. وانا من الايقونة اللي بعدها اقدر احدد تقرا بسرعة ولا تقرا بالراحة لغاية لما استوعب اللي هنا. يقرا بصوت سيدة ولا بصوت رجل. Monday, September. من هنا كمان طبعا الجزء دوت انا بغير بقى لو عايزة الخلفية والفونت والكلام ده انا مش هتعرض له في الجزئية دي. وهنا برضو الجرامر بتاعه، مين ناونس ومين فيرب، مش هتعرض للجزء ده. الجزء اللي هيهمني جدا في البوست اني انا لو عملت كده اقدر من هنا اعمل فوكس بحيث ان انا اقرأ سطر سطر، او ارجع اقول لا انا مش عايزاها سطر سطر، انا عايزاها مثلا يعني عايزة اقرأ 2 3 كده، يعني احدد البوستات اللي انا اعملها. الجزء اللي يهمني جدا جدا اني انا اكون مختارة بيكتشر ديكشنري. يعني ايه؟ يعني يبقى الكلمة مصاحبة ليها صورة. قد كده الحتة دي مفيدة جدا، يعني مش معنى ان هو هيترجم لك انك ممكن تفهم حتى بالعربي. يعني ممكن يقولك مثلا كلمة قرميد، مش كل الناس عارفة يعني ايه كلمة قرميد، اللي هو الطوب الحراري اللي بيبقى فوق الاسطح اللي لونه بينك ده. فساعات الصورة بتبقى مفيدة قوي. هو بيقولك انت عايز تترجم ده، تقول له يقول له عايز تترجمه لانهي لغة. هقول له اختار اي لغة، اختار عايز اترجمه بالصيني. يقولك عايز تترجم كلمة كلمة ولا المقطع كله؟ لا انا عايز اترجمه كلمة كلمة. وبعدين اجي هنا اختار الكلام. هو بيقولك ادي الكلمة بالانجلش وادي الكلمة اللي بالصيني، وهي معناها ايه؟ صورة مساعدة مصاحبة ليك علشان نفهمها. فدي طبعا ميزة كويسة جدا موجودة عندي في. طيب احنا كده عرفنا ان المسج وقد ايه هي متكاملة، وان انا اعمل بوست ومفيد جدا ان احنا ندخل في
شغل، والشغل ده يبقى يعني بيني وبين زميل ليا، او ده احنا كده بنتكلم يعني واحد واحد. الفايلز بقى، الفايلز مرتبة جدا جدا، كل الفايلز في ليها تابع، والتابع دي واضحة. اوكي الفايل اتبعت امتى، فسهل جدا ان كل الفايلز اللي هتبقى بيني وبينه هتبقى كلها في مكان واحد. فده طبعا حاجة كويسة قوي، اقدر اعمل سيرش عليها بسهولة قوي، اقدر اعمل داونلود، اخد لينك للصورة افتحها اونلاين. فطبعا يبقى التابع بتاعت الكونفرسيشن اللي هي المحادثة اللي بيني وبينه، وهنا الفايلز. انا لسه مش هتعرض على دول دلوقتي، هتعرض لهم في لما ادخل للتيمز. طيب واحنا قاعدين بنتكلم وفي شغل بينا وملفات رايحه جايه وكده، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح اكلمه اوديو، اكلمه اوديو، هكلم باشمهندس كده. طبعا انا هنا قافله الفيديو، وبعدين نقعد نتكلم، واقدر بقى ايه اعمل حاجات كتير كده. ماشي، اقدر هنا اعمل هولد، اقدر اعمل حاجات كتير جدا جدا للايه. يبقى واحنا بنتكلم لو انا حاسه ان في حاجه انا عايزه اناقشها، ممكن اتصل بيه كده، وممكن كمان نتصل فيديو نكون شايفين مع بعض، او ان انا ممكن اعمل شير للسكرين، يعني للسكرين بتاعتي. يعني انا كده قاعده فعايزه اقول له مثلا الجزء ده بيتشرح ازاي، او الحته دي ازاي، فاقدر اقول له مثلا. يبقى انا بحدد انا عايزه اشير معاه انهي شاشه بالظبط. طيب واحنا بنشتغل لو حسيت ان انا محتاجه ان حد تاني يدخل معانا في هذه المناقشه، فاقدر ان انا اعمل ايه للمناقشه دي، ما بقتش بقى واحد لواحد كده، لا انا اقدر اضيف. فهقول مثلا ان انا عايزه اضيف محمود، هكتب بس اول حروف هتطلع لي كل الناس اللي في المؤسسه عندي اللي موجوده في مستر محمود، وبعدين هضيف الايه الكلام بقى، مش عبيد بس، لا كمان ومحمود معانا. فالدنيا ماشية في منتهى السهولة. ممكن تلاقي عندك حاجات كتير قوي تعملها جوه تيمز. هنا كمان لو انا قاعدة عايزة ادور اعمل شات مع حد تاني، ادور بس، يبقى هدور مثلا على عبير، بقت معانا جوه التيم، واقدر اعملها سيرش.